طبعا قبل اي شيء اي انسان يفتح مشروع يسال ويستشير اهل الخبره ويستشير اللي حواليه. كل حد بيعطي نقطه، ومن خلاله انت تقدر تجمع النقاط هذه كلها وتشوف الناس اللي فشلوا في المشاريع واللي نجحوا في المشاريع، تاخذ منهم الخطط هذه كلها، وانت بنفسك ادرس مشروعك ادرس خطتك فيها، ان شاء الله بتكون انسان ناجح. جتني فكرة اني انا افتح لي مشاريع واستثمر في بلدي، مع ان ما شاء الله يعني بلدنا البنية الاساسية فيها للمواطن، فالاستثمار فاتحين المجال. صار لي الحين تقريبا في مجال الاستثمار 6 سنوات، فتحت شركة خاصة لي. هذه شركة تقريبا صار لها مدة 6 سنوات في السوق، شغال في التصاميم والتصاميم الداخلية للفلل وللطرق وللمجمعات السكنية وللشوارع. التحديات تكون كبيرة وتحديات صعبة، ودائما السوق هذا سوق تجاري، سوق استثماري. مثلا الدخل ما يكون ثابت دائما، الدخل دائما يكون متغير. نحن عندنا أولا المصداقية وبشاشة الوجه دائما موجود عندنا في المكتب، ونرحب بالكاستمر بصدر رحب. أوجه شكري وامتناني وعرفاني إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وشكري للشيخ الدكتور السلطان محمد القاسمي عضو مجلس الأعلى حاكم الشارقة. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج لآلئ الاتحاد، وكما عودناكم دائما باستضافه شخصيات استطاعت النجاح في قطاع عملها. رحبوا معي اليوم من داخل اماره الشارقه بالاستاذ خليفه الدرمكي صاحب الاشراف للاستشارات الهندسيه. اهلا وسهلا بك. مرحبا استاذ، كيف الحال؟ ان شاء الله طيبين. الله يسلمك. في البدايه دعنا نعرف الساده المشاهدين بمن هو الاستاذ خليفه الدرمكي. طبعا معكم المهندس خليفة إبراهيم الدرمكي، أنا من خريج جامعة الشارجة سنة 2008، خريج إدارة أعمال. بديت العمل في الاتصالات، مع ذلك اكتسبت خبرة كبيرة في الاتصالات،
اتجهت للعمل الفضائي في الياسات الأقمار الفضائية، أخذت خبرة كفاية في الشركة، ومن بعدها الآن مهندس اتصالات في أدنوك، شركة أبو ظبي الوطنية أدنوك. طبعا في الشركات هذه تعلم الإنسان مبادئ الاستثمار والبزنس. إذا داومنا يعني في الحكومة أو في قطاع الحكومة أو في وظيفة الحكومة، عادة دائما اللي يداومون في الشركات هم لهم الأولوية أنهم يستثمرون، لأن بحكم الوظيفة والعمل القاسي اللي يعلمك أنت معنى العمل. فدائما الوظائف الحكومية تكون سلسة وسهلة على المواطن، أما في الشركات أو في القطاع الخاص دائما فيها الصعوبة، واللي يجتازها بيكون إنسان ناجح طبعا. ومن خلال الشركات هذه كلها اللي أخذت فيها الخبرة الكافية واكتسبت خبرة أكثر من 15 سنة، جتني فكرة أني أنا أفتح لي مشاريع واستثمر في بلدي، مع أن ما شاء الله يعني بلدنا البنية الأساسية فيها للمواطن في الاستثمار فاتحين المجال، والله يحفظ شيوخنا وما قصروا، هم الدعم في 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 بناء وطننا، والحافظ طبعا. وانا صار لي الحين تقريبا في مجال الاستثمار 6 سنوات، فتحت شركة خاصة لي، هذه شركة تقريبا صار لها مدة 6 سنوات في السوق، شغال في التصاميم والتصاميم الداخلية للفلل وللطرق وللمجمعات السكنية وللشوارع وللمباني اللي عدة طوابق. جميل، إذا مهندس خليفة أنت من الأشخاص الذين ثابروا وكافحوا حتى وصلت إلى هذه المكانة، لو تحدثنا قليلا من أين أتت بداية فكرة مشروعك الخاص في إنشاء الإشراف والاستشارات المنزلية؟ أتت الفكرة هذه بداية أنا بنفسي، جتني فكرة أني أنا أبني لنفسي فيلة أحلامي أو منزل أحلامي. طلع لي قرض إسكان من البرنامج، بحثت عن الشركات اللي تصمم لي الفيلا، شفت الشركات اللي موجودة، وقبل ما أنا أدخل معاهم في التفاصيل أشوف الشركات هذه مناسبة لي أنا أو لا. شفت الشركات يعني مش مناسبة لي أنا، فقررت أني أنا أفتح الشركة هذه وأصمم فيلتي، وهي كانت أول فيلا أصممها في المكتب عندي، بحكم أني أنا اكتسبت الخبرة من في السوق وبديت في مشروعي. ومن بعدها الحمد لله يعني الآن عندي مشاريع كثيرة. كلام جميل. إذا مهندس خليفة، أكيد في بداية كل مشروع هناك تحديات وصعوبات، ما هي التحديات والصعوبات التي واجهتك وكيف استطعت حلها وتناديها؟ والله الصعوبات طبعا كانت باختياري المهندسين، كان صعب، اخترت مهندس، وعندنا نحن في الدولة محتاجين تخصصات أو شهادة هندسة في القطاع الإنشائي وفي القطاع المعماري، وفي يعني الخبرة صعب نجيب الخبرة، دائما المهندسين ذو كفاءة وذو خبرة يكونون دائما في المدن الكبيرة، نحن كمدينة كلبة مدينة صغيرة، فصعب نحصل المهندس ذو كفاءة عالية أو خبرة عالية. فهني يعني انتظرت تقريبا 6 شهور لحد ما حصل لي على مهندس
له خبرة. جميل. إذا مهندس خليفة، ما هي الخطط المستقبلية التي تضعها لتطوير شركة الإشراف والاستشارات الهندسية؟ في تطوير القطاع البناء أو القطاع العقاري أو تصاميم الفلل أو المباني أو البنايات، في يعني خطة رأس منها هي تكون الخطة سنوية عندي. نحن نوصل تارجت تقريبا 50 فيلا في السنة، ونبتدي في تحدي جديد نوصل 100 فيلا في السنة القادمة. طبعا التحديات تكون كبيرة والتحديات صعبة، ودائما السوق هذا سوق تجاري، سوق استثماري. مثلا الدخل ما يكون ثابت دائما، الدخل دائما يكون متغير. جميل. إذا المهندس خليفة الدرمكي، من هم الأشخاص الذين وقفوا إلى جانبك وساندوك في بداية مشوارك؟ أصحابي، أصدقائي، إخواني. طبعا قبل أي شيء، أي إنسان يفتح مشروع يسأل ويستشير أهل الخبرة ويستشير اللي حواليه. كل حد بيعطي نقطة، ومن خلاله أنت تقدر تجمع النقاط هذه كلها وتشوف الناس اللي فشلوا في المشاريع واللي نجحوا في المشاريع، وتأخذ منهم الخطط هذه كلها، وأنت بنفسك ادرس مشروعك، ادرس خطتك فيها، إن شاء الله بتكون إنسان ناجح. صحيح، كلام جميل. إذا المهندس خليفة، ما هي الرسالة التي تود أن توجهها إلى الشباب المقبلين على العمل داخل دولة الإمارات العربية؟ أتمنى من الشباب، خاصة شباب وطننا ودولتنا الحبيبة، عندنا نحن فرص استثمارية في دولتنا كبيرة، وأتمنى من الشباب أنهم يحذوا حذو القائد الملهم الشيخ محمد بن راشد، وربي يوفقكم، وأتمنى لكم الخير. أشكرك على هذه النصيحة الطيبة. لو تحدثنا قليلا عن شركة الإشراف والاستشارات الهندسية، ما الذي يميزها عن باقي الشركات؟ نحن عندنا أولا المصداقية وبشاشة الوجه دائما موجود عندنا في المكتب، ونرحب بالكاستمر بصدر رحب، ونلبي له كل احتياجاته، ونفهمه من أول يوم يدخل عندنا كيف طريقة تبتدي في مشروعك أو فيلتك الجديدة. نبتدي معاه دائما بالمصداقية، نكسبهم بالود والاحترام. طبعا كلام جميل. إذا وردنا إرسال رسالة من القلب فتصل إلى القلب مباشرة إلى شيوخ وحكام دولة الإمارات العربية. أوجه شكري وامتناني وعرفاني إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وشكري للشيخ الدكتور السلطان محمد القاسمي عضو مجلس الأعلى حاكم الشارقة بإتاحة الفرصة لأبنائه بأن يعملوا في جهد وأن يستثمروا بأوقاتهم في العمل الخاص بهم. وشكرا. وأنا بدوري أشكرك على استقبالك لي ولكادر العمل، وأرجو أن تسمح لكادر العمل بأخذ جولة تصويرية داخل الإشراف والاستشارات الهندسية وتصوير أبرز المشاريع التي قمتم بها. إن شاء الله، تفضلوا معي. شكرا لك. أعزائي المشاهدين، لقد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم.